تسعى موهبة إلى إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة من خلال توفير برامج إثرائية متنوعة، ولخدمة أكبر عدد ممكن من الطلبة الموهوبين المكتشفين عبر البرنامج الوطني الكشف عن الموهوبين في البرامج الحضورية. تم تنفيذ برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي في 17 مدينة في المملكة بواقع 55 برنامج في عدد من الجامعات والمدارس. مما يميز البرنامج تنوع الحقائب العلمية كحقيبة الطب والصحة العامة، حقيبة التشفير للرياضيات وتقنية المعلومات، وحقيبة الاختراعات للعلوم والهندسة. يتم تدريب الطلاب بناء على ورش عمل وأنشطة والاستفادة من المختبرات سواء كانت من الجانب العلمي أو التطبيقي العملي. برنامج الوطن للموهوبين كان أول تجربة لي مع فصول الموهوبين، كان اختبار صعب والوهلة ما توقعت إني راح أنجزه، لكن ولله الحمد اجتهد وصبرت لين تعديت. تجربتي صراحة كانت تجربة رائعة لا تخلو من العقبات، لكن ولله الحمد بدعم معلمين وزملائي استطعت إني أعديها بشكل ناجح. موهبة أتاحت مجالات كثير في برامج بحثية إن أنا أشارك فيها، أحدها كانت برنامج موهبة الإثرائي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فقررت إن أنا أجي من مكة المكرمة إلى الظهران عشان أشارك في هذا البرنامج وأتبع شغفي إن أنا أفيد المجتمع بشيء. حقيقة في البداية كان عندي تخوف من المرحلة، يعني كوننا متعودين مع طلاب السنة الثالثة والرابعة في الهندسة، لكن وجدت من الطلاب تفاعل كبير وشغف لديهم، شغف يدفعك لإضافة المزيد من المحتوى للطالب. إذا كان مثالين تحب العلوم الرياضيات التقنية تقريبا أي شيء موهبة يخلونه جاهز لك. مثالي مع هذا البرنامج الصيفية كان في خيارات كثيرة لكل شيء، للرياضيات للعلوم أي شيء تحبه والله موهبة يجهزون لك وهيعطونك البرنامج اللي تبيه على اللي أنت وش تبيه. في البداية مسار الطباعة ثلاثية الأبعاد يعتبر أحد المسارات المستحدثة في برنامج موهبة، لذلك كان في تخوف من مستوى الطلاب وتلقيهم للمحتوى في هذا المسار، ولكن شهدنا نماذج وصلت فيهم أنهم يقولون إحنا ما عندنا شيء صعب أو ما في شيء صعب علينا. بدايتي في هالبرنامج فضول وجه الطاقة المتجددة في المجال اللي الدولة مهتمة فيه ومسهمة سهامات كبيرة، عندنا مشروع نيوم، عندنا مشروع ذلعين، كلها تعتمد على الطاقة المتجددة. برنامجنا بدأنا قدر الإمكان يكون ثقافي وتعليمي وترفيهي، فمن ناحية ثقافية كنا عرفنا الطلاب على الـ SDGs which is Sustainable Development Goals 17 Goals، هي 17 Goals السابع منها اللي هو Renewable Energy. تعلمت داخل المعمل عن أنواع العناصر الكهربائية، وتعلمت كمان طريقة تلحيمها في ألواح البي سي بي والبريد بورد، وكمان تعلمت في حقيبة المهارية عن الفرق بين الإبداع والموهبة. طلاب قمة في النشاط والحماس، وأيضاً على قدر كبير من التأهيل العلمي ومعرفة بالأهداف البرنامج ومكوناته، والحق وجدت منهم استجابة جدا رائعة حفزتني وزملائي الفريق العمل هنا لتقديم ما هو مناسب. بنلاحظ تفاعل الطالبات الإيجابي ورغبتهم في تعلم هذه المهارات، وكل أسبوع بنلاحظ حماس الطالبات بيزيد عن الأسبوع اللي قبله، وإن شاء الله في نهاية البرنامج نكون حققنا الأهداف المطلوبة وساهمنا في تنمية مهارتي الليدرشيب والسوشيال إفكت، بالإضافة إلى الكرياتيف ثينكينج والإنوفيشن. هذه السنة كانت تجربتي جدا مميزة، لأن لما دخلت وحدة الفيزياء فعلا تعرفت على أشياء أنا ما كنت أعرفها من قبل. طبعا كنت أحب الفيزياء وهذا الشيء اللي خلاني أدخل الوحدة أساسا، لكن كنت أظن أن هي مجرد نظريات لازم نحفظها وقوانين لازم نطبقها وأنه الموضوع بس كذا، لكن تجربتي فعلاً عرفت أنه هذه النظريات نقدر نطبقها بأرض الواقع ونشوف قد إيش هي ممتعة وقد إيش الموضوع أكثر من مجرد نظريات إحنا حافظينها. في مجال روبوت الـ NXT أعطينا الطلاب فيه مجموعة
من التراكيب والأشكال التي اعتمدت بنسبة كبيرة جدا على النواحي الهندسية. نحن في برنامج الروبوت هنا نبرمج الروبوتات، نبنيها من الصفر وأيضا نجربها ونسوي فيها مسابقات كثيرة. ما وجدته في الطلاب وشاهدته في الطلاب من شغف لحضور البرنامج وانتظارهم، كنت حريص على أن أحضر يوميا لإعطائهم مجموعة من البرامج الإثرائية الجديدة في مجال الروبوت. ومن أعظم المواقف حصلت لنا يعني في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، بعد انتهاء الدوام في تمام الساعة 2:30 الطالبة ترفض الخروج من مقر البرنامج، تذهب إلى ولي أمرها خلاص لتعود مرة أخرى إلى مقر البرنامج. فكان هناك اتصال من العديد من أولياء الأمور، ما سبب رغبة بناتنا الموهوبات في البقاء في مقر البرنامج؟ تعلمنا هنا صناعة الآلات البسيطة مثل المنجنيق والرافعة والتروس وبناء الأبراج والجسور. تعلمت أن أخطط لعمل أي مشروع وأخطط لحياتي. تعلمت قيم جميلة مثل التعاون والاحترام والعمل مع الفريق. أخذت لي صورة نمطية واضحة عن الطب وعن أجهزة الجسم وتفصيلاتها في وحدة طبيب المستقبل. أن يضع الواحد له هدف واضح في الحياة ويجرب إما أن يلتحق بأكاديميات وما شابه ذلك، فيجرب تخصص حتى يرى شغفه. طبعا عندنا في المقرر المخصص لهذه الوحدة نعطي الطالب فرصة لإتقان مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداعي وإبداء الرأي والحل للمشاكل المتواجهة، حتى يستطيع الطالب بإذن الله تعالى إعطاء منتج جميل ومتكامل. أيضا في النهاية يستطيع إتقان مهارتين، مهارة التخطيط وإدارة الوقت. ولله الحمد الإقبال جميل على البرنامج، وأيضا الطالبات حريصين على الاستكمال بالرغم من وجود بعض الطالبات من مسافات بعيدة، مسافات تزيد عن 200 كيلو 150 200 300 كيلو تداوم يوميا عندنا في البرنامج، وهذا من حرصها ومن جودة وكفاءة البرنامج. هذه مادة الكازين المستخلصة من الحليب، أخذنا واحد بالعشرة منها وراح نعملها عملية إذابة، وراح نضيف لها محلول بندكت في الأول لاكتشاف الكربوهيدرات والسكريات، وبعدين راح نضيف بيوريت لاكتشاف البروتين. الطالبات جدا موهوبات وهذا الشيء شفته من أول يوم. لاحظت أنهم فعليا جدا متحمسات لمعرفة الشيفرات السرية. أعطيتهم يوم نشاط مثلا فجأة عملوا لي شيفرات خاصة فيهم هم، فهذا الشيء بالنسبة لي كان مدهش ومتحمسة كثير أني أنا أكمل العمل معهم. هذه إحدى من نماذج مشاريعنا جرين هاوس. اعتمدنا في تصميمنا على تكثيف الغطاء النباتي للتقليل من حدة التلوث البيئي وتلطيف الجو. استعملنا واجهة زجاجية للتقليل من استعمال الطاقة الكهربائية. في خطوتنا القادمة في مشروعنا راح نضيف الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وتسخين المياه.